لخبر آخر عن السكة الحديد. كلكم عارفين إنه في أي قطار بيكون العربية الأخيرة بيبقى فيه حرص شوية إنه ما يبقاش فيه حد راكب فيها، لكن طبعا مع التكدس من المسافرين عن طريق المحافظات بيبقى هو مش فارق معاه، بيركب العربية اللي فاضية يقف فيها يتسلق من الظهر، يعني بنشوف كلنا هذه المشاهد. ففي قرار طلع من السكة الحديد بتؤكد استمرارها في ترك العربية الأخيرة من القطارات أو العربة الملحقة بالقطار فارغة. قالت لك ده ضمن الحرص على تقليل الخسائر في حال حدوث أي تصادم بين قطارين. وجهت الهيئة التعليمات لجميع الورش بغلق أي عربة من عربات القطار التي يتم إلحاقها بالقطارات لعدم تمكن أي راكب من استقلالها. المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام ونائب الأول لحزب مستقبل وطن كتب على صفحته الرسمية الخبر، وهذا الخبر تسبب في موجة من السخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللي كانوا شايفين إنه هذا الخبر يعني خبر كده غريب، لأن هم بيقول لك في الآخر إنه كان من المفترض إنه يتم، يعني هي السخرية كلها في فكرة إن أنت عندك تكدس في عدد الناس اللي بتسافر وهتقفل العربية الأخيرة عشان ما يحصلش خسائر، ده على أساس إن لو حصل تصادم في القطارين القطر مثلا مش هيتقلب أو العربيات التانية مش هتتضرر. خلينا نشوف التعليقات اللي كانت على هذا البوست ونرجع تاني. الناس مش عاجبها هذا الخبر ومش عاجبها هذا القرار، لان هم شايفين انه مش ده الحل الامثل. يعني انت هترك العربيه الاخيره اللي موجوده في القطار الملحقه بالقطار هتسيبها فاضيه وما تستغلش فيها ركاب؟ فناس بتقول لك ده شيء من اهدار المال العام، يعني انت بدل ما تحط اي فكره انك انت تحمي الركاب اللي ورا في حاله حدوث اي تصادم تقوم سايب العربيه فاضيه. فناس بتقول لك طب خلاص بقى سيب كمان المكان بتاع السواق فاضي وخلي القطار بدون سائق حفاظا على ارواح السائقين. هي الفكرة دايما بتكون قابلة للسخرية. ليه؟ لأنه ما بيكونش في حلول منطقية، يعني بتلاقي أن في استخدام الحل الأسهل للموضوع. هو هي يعني خلينا نقول حاجة، هو لو أنت فعلا بحثت كتير جدا واكتشفت أن أنت كده كده في حادثة هتحصل معاك بشكل يعني ما فيش في أي حل، وده حل مؤقت تستخدمه عشان تحافظ على روح الناس، انا معاك. لا هو مش حل مؤقت، هو الموضوع ده من زمان هم مستمرين في تطبيق هذا الموضوع. ايوه لو هو بس حل مؤقت لغايه يا جماعه احنا دلوقتي عندنا مشكله مثلا في الفلنكات، المشكله في السكه نفسها بيحصل فيها حوادث واحنا في نسبه مثلا 20% ان قطر يخبط في الثاني، ودايما الخبطه دي بتيجي في العربه الاخيره. طب ما هو صح يا جماعه ان هو يعمل كده لغايه لما يعدل مشكله الفلنكات، بس ما تبقاش ده الحل السهل اللي انا معتمد عليه طول حياتي. لان دلوقتي اظن ما شاء الله عندك كميه علماء في السكه الحديد والكلام ده كله داخل مصر بيحتاجوهم دول بره عشان يصمموا اصلا الحاجات دي. في كليات الهندسه موجودين كتير جدا على مستوى مصر، في كل جامعه هتلاقي في دكتور عارف كويس ودارس وعارف السكه الحديد من ايام ما كانت بتتعمل ايام الانجليز كان شكلها عامل ازاي، هتلاقي دول. فعادي جدا ممكن يجيب لك بدل الحل مليون حل. فممكن تلاقي الحلول دي، لكن لو انت عايز تستخدم الحكايه دي على المدى البعيد ويبقى هو ده خلاص الحل المسلم بيه، ان احنا ما عندناش بقى في حادثه هتحصل، طب خلاص فضي لي العربيه الاخيره، طب ايه ده بقت الحادثه بتيجي في العربيه الاخيره اللي بعدها، فضي لي العربيه اللي بعدها، هنفضي القطر كله بقى وننزل نمشي جنبه. بتشوف انت يمكن عارف القطارات في مصر عامله ازاي، وعارف انه فعلا ممكن تكون دافع تيكت وما فيش مكان تقعد فيه، وفي حاله من التكدس شديده جدا. حلول مؤقته ماشي. هو الفكرة على فكرة انت يعني عارف انا برضو عندي عتب على الناس حكاية السخرية على طول فورا، لا
طالما ده فعلا لو ده السخريه دي ليها فيها تراكمات ليه؟ لان منظومه السكه الحديد من الاول هي. والموضوع يعني قطاع السكه الحديد كل ما بنيجي نفتح هذا الملف انا اتفهم وجهه نظرك لو ما فيش مشكله قائمه، بس بالفعل في مشكله قائمه في قطاع السكه الحديد وفي غض طرف شديد عنه. يعني كل حوادث القطارات، الحرايق، تصادم القطارات، العربيات اللي بتتقلب، من كام سنه بنتكلم في هذا الموضوع وفي الاخر بتكون الحلول ملهاش اي علاقه بالواقع. انا متفهمه جدا حاله السخريه اللي الناس فيها لانه الموضوع تراكمي، لان انا لما بروح ادفع تيكت تذكره في القطر عشان اركب وافضل واقفه ساعتين ولا ثلاث ساعات عشان انزل المحافظه اللي انا رايحاها والعربيه اللي ورا مقفوله عشان خاطر خايفين يحصل حادثه، يبقى في مشكله هنا في القائمين على قطاع السكه الحديد، لان هذه المنظومه بحاجه الى اعاده تاهيل. فهي الفكرة كلها انه مش فكرة قرار مؤقت، فكرة انه كل مرة لو ده يتعمل يبقى قرار مؤقت، لو هيتعمل يبقى قرار مؤقت، لان يا جماعة دلوقتي عندنا مشكلة هنحلها في خلال شهر. انا معاك زي ما قلنا قبل كده هدير على فكرة ايه، ان مثلا انت عايز تقفل محطة اقفلها عادي، بس اعمل تحويلة واديني جدول زمني ان انا هقفل المحطة دي لمدة شهر يا جماعة عشان بعمل فيها صيانة. ده اللي العالم كله شغال عليه وممكن تعمله وسهل جدا تعمله، بس يكون في عندك حل بديل، مش هو الاستسهال وفكره ان احنا اهلاك على الفاضي بقى، يلا حط العربيه اللي ورا فاضيه، ايه ده في حادث بيطلع من قدام، طب خلاص العربيه اللي قدام كان فاضيه. اه بالظبط، الناس عشان كده بتتكلم. هو دي الفكره، ان احنا بس نحدد للشعب شويه احنا بنعمل ايه. عايز تعمل الحل ده اتفضل اعمله، حدد له وقت زمني، حدد المشكله عندك ايه، ودور مع الناس المتخصصين في حاجه زي كده واكتشف حلول ليها وحلها في وقت مؤقت. لكن تعملها كده للساهل وللعادي وده بقى الطبيعي بتاعنا ان احنا طول حياتنا هنعيش قطر العربيه اللي فيه الاخرانيه فاضيه، لا يبقى احنا نجيب قطارات بقى العربيه الاخيره فيها نحط فيها زي الاير باك كده مثلا موجوده في العربيات. انا مش فاهم الصراحه التفكير بتاعهم ده عامل ازاي. وشفت على فكره يعني انا تدرست هندسه، شفت كذا تعليق من الاساتذه بتوعي في جوه الجامعات اللي كانوا بيدرسونا سكه حديد، طبعا بيقولوا ان لا دي حلول غريبه جدا. فانت ممكن تسال الناس دول اهل علم، تقدر تسالهم انا عندي مشكله في كذا حلها ازاي، وهيقول لك. بس انت بتستسهل كده كده في حادثه هتحصل، كده كده في مش عارف ايه، فخلاص يلا شيل العربيه الاخيره.